أثار ارتداء سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب لسترة مكتوب على خلفيتها لا أهتم حقا هل أنت تهتم جدالا واسعا بين وسائل الإعلام العالمية. وخلال مقابلة لها مع شبكة سي بي إس الأمريكية أكدت أنها لم ترتدي سترة من أجل الأطفال كما تكهن البعض، وإنما ردا على وسائل الإعلام التي دائما ما تنتقدها. وقالت أيضا في المقابلة: من الواضح أنني لم أرتدي سترة للأطفال، ولكنني ارتديتها فقط أثناء صعودي على متن الطائرة والخروج منها. وكانت العبارة موجهة في المقام الأول للناس والإعلام اليساري الذين ينتقدونني. نعم، أفضل من يركز على ما أفعله وعلى مبادراتي في المجتمع وليس ما أرتديه. ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علق عبر موقعه الرسمي على تويتر وقت الجدل المثار بشأن سترة زوجته أن الكلمات المكتوبة عليها كانت موجهة لوسائل الإعلام الإخبارية المزيفة، إلا أن المتحدثة باسم ميلانيا نفت ذلك في وقت لاحق في بيان لها، وأكدت أنها مجرد سترة لا تحمل أي مضامين.